السوداني هقف جنبه لحد ما احس ان ريحته كده طلعت، اخد لون خفيف ما سبتوش يتحرق خالص، وفي نفس الوقت ايدي فيه. يعني اما تيجي تعملي الحلبة انت مش مسموح لك ان انت اصلا تبعدي عن البوتاجاز خالص. انا حضرت طبعا كل حاجة ليه قبليها عشان كل حاجة تبقى جنبي، يعني الف كده اخد من على الرخامة وابدأ اشتغل على طول. خلاص هبدأ كده لحد ما اتأكد ان السوداني ريحته طلعت واخد لون. تمام، هتشوفوا دلوقتي انا اعمل ايه. طبعا انا بعمل الخطوة دي عشان تقعد معايا. طبعا احنا عارفين ان احنا في الاخر بنحط السوداني على العسل. طبعا العسل لو طبعا بيبقى فيه مية، لو حطينا السوداني من غير الحركة دي هتلاقوه بعد يوم او اتنين بقى طري. فطبعا انا مش عاوز الحتة دي. طبعا السوداني لما بتيجي تاكليه بيبقى مقرمش كده، بيبقى طعمه خطير. فانا بعمل الحركة دي عشان يقعد معايا اكتر. يعني انا بالنسبة لي ممكن الحلبة تقعد عندي اسبوعين ثلاثة، ممكن تقعد معايا شهر، ممكن تقعد اكتر من كده. فده حاجة اساسية ان تخلي معايا سوداني لاخر حتة بتاكليها او لاخر معلقة موجودة عندك، تبقى طازة وفي نفس الوقت بيقر، مش مبقاش طري، مش هيبقى ليه طعم. خلاص انا بعد ما حمرته بالشكل اللي انتوا شايفينه اخدته كده ايه، حطيته في طبق، واهم حاجة طبق يكون صيني عشان طبعا ما لسه سخن. واهم حاجة وانتي واقفة بقى ايه، ابدأ اقلبي فيه. يعني انا ايدي بقت واحدة كده واحدة كده بقت واقفة في النص زي ما بيقولوا، بقلب في السوداني عشان يبرد. وفي نفس الوقت حطيت كمان معلقة او معلقتين زيت، وحطيت السمسم بتاعي. السمسم معايا قد